ما بقى شيء للسنة وتخلص، ولحد هسه ما عندنا موازنة والأمور بالعراق كلها واقفة. الشباب يظهرون يريدون تعيين وما حد يقدر يجاوبهم. الفقير مات من الجوع لأن مفردات البطاقة ما تكفي، شهر أكو وشهر ماكو، وهم ماكو حل. الخدمات ببغداد والمحافظات متوقفة لنفس السبب، يعني أحوال كل العراقيين لسر عدو ولا صديق، حتى اللي عنده راتب ما يكفي لأن الأسعار صارت نار. هاي غير اللي يدفعها للمولدة على الأقل يحس إنه عايش، واللي ما عنده الله يعينه يركض والعشاء خباز، ويا ريت له أكو عشاء. المهم الحكومة شافت إنه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هو الحل لكل هاي المشكلات، ودت للمجلس النواب وصوتوا عليه. هذا القانون يقولون هو حل للمشكلات اللي ذكرناها قبل، وهذا القانون راح يسمح للحكومة الاتفاق على المشاريع المختلفة، والهدف هو تحقيق الأمن الغذائي. القانون حدد نفقاته ب 25 تريليون دينار عراقي، وخلى الحصة التموينية مبلغ، والوزارة الكهرباء حتى تسد ديونها، ويدعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإعمار أيضا تنمية المحافظات وتمويل المشاريع المتلكئة وغيرها. القانون بنسخته الأصلية راحت للبرلمان، وهم خصصت أموال المحاضرين والإداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل. شنو اللي صار بعدها ما نعرف. طلع القانون وقبت العيطة هاي الفئة بالذات، ثارت وقالت إحنا القانون ما ضمنت الفقرة اللي قالوا عنها النواب. التصريحات قبل أسبوع عقود الكهرباء اللي تمت معالجتها وتأمنت لهم مبالغ ما موجودة، شنو اللي صار وهم ما نعرف. مالنا علاقة بصفقات السياسيين وبعدنا مهمشين، وحقوقنا تضيع وتصعيدنا مستمر. كل اللي سألناهم عن القانون يقولون هو مو حل ولازم تنقر الموازنة حتى كل واحد ياخذ حقه. ما نعرف وين راح نوصل والأمور هاي وين، والله اللي يستر وسلامتكم.